قلت له ده مهم بالنسبه لك ولا لا، بس انا حسيت ان انت لازم تعرفي. قلقتيني يا دكتوره، وحضرتك لقيتي ايه؟ قبل ما اقول لك على اي حاجه، في سؤال يهمني اعرف اجابته. اتفضلي. جوزك محمد مطر الله يرحمه كان يعرف صحفي اسمه عمر نصر؟ عمر نصر طبعا يعرفه، الراجل ده هو اللي عمل كل المشاكل من ساعه ما دخل حياتنا. ليه؟ مشاكل ايه اللي عملها لكم؟ هحكي لك ايه ولا ايه. محمد كان واثق فيه قوي في الاول، وبعدين اكتشف انه تعبان. يعني لو لقيتي الورق اللي كان مع جوزك ده، ممكن تعملي بيه ايه؟ ممكن يفيدك بايه؟ يفيدني في ايه؟ الورق ده دليل الاكيد ان محمد الله يرحمه اتقتل غدر. يعني لو معايا او حتى لو عندي نسخه منه، انا ممكن ارفع قضايا على كل الجهات الامنيه اللي في البلد، او على الاقل خالص ممكن اجيب تعويضي امن مستقبل ابني. بس انت بتسالي ليه؟ هو انت عندك طريقه ممكن توصلني الورق ده؟ استني هنا ثانيه واحده. أنا آسفة على الزيارة المفاجأة دي، بس أنا عديت عليكي في المستشفى قالوا لي إنك أجازة. ما كلمتينيش على الموبايل ليه؟ ما كنتيش هتردي. خير، عايزة إيه؟ أنا جايلك بخصوص حالة بعمل عنها تحريات مهمة جدا. محامي اسمه محمد مطر اتقتل، إمبارح كنت عند مراته، وقالت لي إن ده حصل في المستشفى اللي أنتِ بتشتغلي فيها. ثانية واحدة معلش. مرات محمد مطر؟ الست قاعدة جوه. أنتِ تعرفيها؟ بقول لك قاعدة جوه. اتفضلي، أنا عايزة أعرف إيه الحكاية. اتفضلي. انا ما كنتش اعرف ان انتوا تعرفوا بعض. مين دي؟ هو ده الورق؟ يا مين يعني ايه؟ هو ده الورق. مين حضرتك بالظبط؟ انت مش مرات محمد مطر، انا امبارح لسه كنت عندها. انت مين؟ لا يا حبيبتي، انا مرات محمد مطر، واللي انت كنت عندها تلاقيها واحده نصابه عايزه تورث ولا حاجه. انا نجوى مرات محمد مطر، كان عارف انه هيتقتل. اللي خياله صورنا من مبادئه واخلاقه وممكن يواجه الفساد اللي احنا غرقانين فيه ده، يبقى اكيد غبي. بس انا عمري ما هتدحل لما اعرف مين اللي قتل. ساعات ما جيت من المانيا وانا حاسه اني متراقبه وبشك في كل الناس. وبعدين هروح بعيد ليه؟ ثانيه واحده هجيب لك البطاقه بتاعتي. حالي خدي ايه الحبايه دي؟ دي هتعمل لك خلل في البنكرياس وهتجيب لك غيبوبة سكر. لا انا كده اطمنت. لا اطمن، هيدخلوك المستشفى وطول ما انت تحت عينيهم هيبقوا حريصين على حياتك. زي ما انت حريص على حياتي كده ولنفس السبب. لنفس السبب، بس في فرق بيني وبينهم. أنا يهمني إنك تفضل عايش. بجد يا جمال بيه؟ بجد. بجد يا عمر.
لما تتعافى ان شاء الله هبعت لك حد علشان يهربك من المستشفى. مين وهعرفه ازاي؟ انا لسه ما قررتش مين، هفكر وهبقى اقول لك. انا مش متحكم في كل حاجه. امال مين المتحكم؟ مين اللي في ايديه كل الخيوط؟ ربك كبير. كابوس ولازم افوق منه. انا ما عملتش كده. بس دلوقتي اللي حصل خلاص. دي كان ممكن تقتلنا. انت السبب. لو ما كنتش جيتي وقلتي لي ان دي مش مرات محمد بطل، انا ما كنتش عملت كده، ما كنتش قتلتها. ايه اللي انت بتقولي ده؟ انت ازاي تفكري كده دلوقتي؟ على فكره انا كان ممكن اسيبك مرميه جنبها ولا ليا دعوه بحاجه. دي واحدة نصابة كان ممكن تقتلك لو استفردت بيكي. ما سألتيش نفسك أنا ما عملتش كده ليه؟ ما أعرفش. بس دلوقتي بس خلينا نتنيل نشوف حل للمصيبة اللي احنا فيها دي. يا نهار أسود. رنة الباص بتاع ابني. أعمل إيه؟ لو ابني وجه شافها كده دلوقتي أعمل إيه؟ بس خليني أفكر. بس اسمعيني كويس وركزي معايا. أنت عندك حمام جوه في الأوضة؟ وده غير الحمام اللي بستخدمه. أيوه. أوكي. انت تروحي تغسلي وشك دلوقتي وتغسلي ايديكي وتشيلي كل القرف ده، ماشي؟ وتنزلي له دلوقتي حالا تعطليه، تجيبي له حاجه حلوه، تعملي اي حاجه عبال ما اتصرف، ماشي؟ يلا بسرعه. انت هتعملي انت انا هوديها في البانيو دلوقتي واقفل الباب. لا يلا روحي بسرعه ما تضيعيش وقت. Ha ha ha.